عادي. صافي. المغاربه كاملين ولاو مستانسين بالبرنامج ديال الاحرار اللي كيضم خمسه ديال المحاور اللي هما الحمايه الاجتماعيه، الصحه، التعليم، الشغل وتحديث الاداره. وانا غنركز التدخل ديالي بالخصوص على الحمايه الاجتماعيه اللي المغاربه كلهم خلال البرنامج ديالنا ديال 100 يوم 100 مدينه برز الطاوله على انهم كاين واحد الانتظاريه كبيره فيما يخص التغطيه الاجتماعيه. ملي كنهضروا على التغطيه الاجتماعيه كاين المغاربه اللي ما عندهمش دخل، كاين المغاربه اللي ما عندهمش عمل قار، كاين المغاربه اللي ما عندهمش تغطيه صحيه، كاين المغاربه اللي ومغربيات بالخصوص اللي ما عندهمش فين يتبعوا الحمل ديالهم، ما عندهم اللي كيتزادوا دوك الوليدات، ما عندهم فلوس باش يقدروا يديروا داك الاجراءات الاوليه، ما عندهمش باش يتعاونوا في 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 الحمايه الاجتماعيه ديالهم. فلذلك في البرنامج ديال التجمع الوطني للاحرار جاء باش يلبي هذه الرغبات هادو، منهم انهم الناس اللي فايتين 65 سنه وما عندهمش مدخول وعندهم واحد الوضعيه اللي هي ضعيفه، كنلتزموا على اننا غيتعطاهم ان شاء الله اتيرم واحد 1000 درهم كل شهر حفاظا على الكرامه ديالهم. بالنسبه للنساء الحوامل من حقهم على انهم يتبعوا الفتره ديال الحمل بالمجان، ومن كيتزاد ذاك الوليد غنعطيو واحد المنحه ديال 2000 درهم زائد 300 درهم على كل طفل متمدرس. من بين المسائل ديال الحمايه الاجتماعيه هو التغطيه الصحيه للجميع. التجمع الوطني للاحرار ابتداء من 2022 غادي يرتكزوا اولا على القوائم ديال الناس اللي كيستافدوا من الرميد، ريتما هذاك الملف الاجتماعي غادي يستكمل المواصفات ديالو، وغادي نديروا البطاقه ديال الرعايه لجميع المغاربه باش يولجوا بنفس المستوى ديال الاستفاده المراكز الاستشفائيه والصحيه. الغرض من هذا الشيء كله هو انه المغاربه يستاهلوا احسن ويكونوا مامنين على دوائر الزمان كما تنقولوا. انا عندي واحد الالتزام اللي كنود نتكلم عليه، هو قطاع الصحة. قطاع الصحة هو معروف أنه أي مواطن إلا ما كانش في صحة سليمة ما يقدرش يشتغل، ما يقدرش يقابل عائلته، ما يقدرش يعمل بزاف الحوايج. والحزب جاب بخمس نقاط في هذا مجال الصحة. هو أولا تقوية ميزانية الصحة في النفقات العمومية للرفع من عدد الاطباء ومهني الصحه وتحسين وضعيتهم. اذا كانوا هما في وضعيه حسنه غادي يتكلفوا بالمرضى بطريقه احسن. النقطه الثانيه هي جعل طبيب الاسره، لا نوسيون ديال طبيب الاسره كيف ما في الدول الاوروبيه، المواطن وعائلته كيلتجئ لطبيب الاسره كبدايه المسار الطبي ديالو. والنقطه الثالثه هي جعل للحوامل فحوصات مجانية وإجبارية على الأقل ثلاثة، وكذلك الاهتمام بالموالد الجدد بطريقة منتظمة. والنقطة الرابعة هي إحداث واحد البطاقة ذكية سميتها رعاية كتتعاون وكتخفض نفقات التطبيب للمواطنين. والنقطة الخامسة اقتراح بإحداث صندوق زكاة المال، وهذا الصندوق نصف المساهمات ديالو الاراديه غادي يساهم في تمويل القطاع الصحي. وكنطلب منكم اجيو صوتوا جميع ان شاء الله 8 سبتمبر على الاحرار. برنامج ديال الحزب وديال كذلك مقاطعه ديال اقدار الرياض بالرباط من في مجال الصحه هي الرفع ديال الميزانيه ديال الصحه، وهي اساسيه، وكذلك توفير جميع الوسائل وجميع الظروف المهني الصحه، اطباء وممرضين، وكذلك تخصيص طبيب الاسره اللي هو اساسي وضروري لبدايه الرعايه الصحيه. وما نساوش بانه هاد الفحوصات من بينهم الفحوصات الاجباريه الثلاث اللي غتكون بالنسبه للمراه في مرحله الحمل. وما نساوش بانه غيتخصص واحد الصندوق، وهذا الصندوق غيكون سميتو زكاة المال، وغيتخصص خصيصا نسبة كبيرة منه غتصل إلى 50% من أجل دعم قطاع الصحة. أنا بغيت نوجه واحد الميساج، واحد الرسالة واضحة، واحد الرسالة للشباب المغربي. أجيو نهار الأربعاء 8 شتنبر تصوتوا، بالأساس تصوتوا، خاص ضروري، هذا حق وهذا حقكم باش بلادكم تزيد القدام. وبالطبع أنا مقتنع بزاف ومآمن
بالمشروع وبالالتزامات ديال الحزب التجمع الوطني للاحرار. نهار 8 شتنبر صوتوا على الحمامه.